الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناه مأمون تك، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. الجهاز اللي معانا النهارده جهاز من الفئه المتوسطه، مواصفاته مقربه جدا على اجهزه الفلاج شيب. انا شخصيا لو هختار جهاز من الفئه المتوسطه يكون معايا يكمل معايا ان شاء الله في 2020 هختار الجهاز ده. هنعمله دلوقتي انبوكسنج مع بعض وهقول لكم اهم المميزات اللي شفتها في الجهاز ده وخلتني فعلا اختاره انه يكون الجهاز المناسب. خليكم معايا ويلا نبدا. هنيجي دلوقتي نعمل انبوكسنج للجهاز، بس قبل ما نعمل انبوكسنج الجهاز هنا النسخه اللي معانا ميد ان فيتنام، غير النسخ القديمه اللي كانت بتيجي في الاي 50 والاي 70 كانت بتبقى في الهند، بس من اول النسخ الاي 51 والاي 71 بقت بتيجي صناعه فيتنامي ودي حاجه كويسه جدا. طيب هنيجي دلوقتي بقى نبدا نعمل انبوكسنج للجهاز. هنشوف دلوقتي مكونات العلبة، خلي الجهاز كده على جنب. عندنا اول حاجة دي علشان المدخل الشريحة والذاكرة، والجهاز بيجي معاه كفر سيليكون. اما هنا موجود معانا سماعة، طبعا يعني السماعة دي من السماعات اللي عفى عليها الزمن، معرفش ليه سامسونج بتحطها او لسه بيستخدموها، يعني احسن ما يحطوهاش. المهم ومعانا شاحن يو اس بي سي، ده شاحن سريع فاست تشارج. تمام، دي المكونات اللي موجوده معانا في العلبه. نيجي دلوقتي نطلع الجهاز. الجهاز ده اللون اللي موجود معانا دلوقتي اللون البريزم وايت، وده نفس اللون اللي موجود في الاس 10 بلس. اللون ده بيجي في الإضاءة بيعمل ألوان قوس قزح، معرفش إذا هي باينة أو لأ. والديزاين بتاعه تصميمه شكله جميل جدا، حتى كمان أجمل من الاس 10 بلس. الاس 10 بلس بيجي كله كان فلات، إنما ده بيجي في حاجات فيها هاتش وحاجات سادة. وطبعا الجهاز تصميمه هو يعتبر الجين الوراثي الجديد لأجهزة سامسونج، يعني ده كان البداية اللي بعدها جاء الـ S20 والـ S20 Plus والـ S20 Ultra والنوت 20 هيبقى بنفس الشكل، الكاميرا المستطيلة وورا الكاميرا المستطيلة وهنا الكاميرا الأمامية اللي بتيجي في منتصف الجهاز. طبعا الجهاز ده بيجي فيه ده زرار الباور وده السماعات، وكان زمان موجود عندنا زرار خاص بالبيكسبي، بس ده طبعا اتلغى لانه بقى موجود جوه في السيتنجز الخاصه بالجهاز. الجهاز بيجي متركب عليه سكرينه بري انسوليتد جاهزه، بس يلا نشغله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حتى الجهاز ده مع انه من الفئة المتوسطة بس مسكته بريميوم، يعني تحس ان الجهاز فعلا فعلا حلو، خامته جميلة. والجهاز ده كمان فيه ميزة مش موجودة في الاجهزة الفلاج شيب، انا معرفش ليه سامسونج بتحطها دايما في الاجهزة المتوسطة، ان الجهاز ده بيجي بشريحتين وذاكرة. يعني هنا عندنا السلوت ده بيجي بثلاث مداخل، بياخد خطين اتصال وبياخد ذاكرة كمان. اوكي طيب هنبدا دلوقتي نعمل الاعدادات. هنخلص الاعدادات واخلص الاعدادات ونرجع لكم تاني. وكده نكون خلصنا اعدادات الجهاز. وقبل ما اقول لكم ليه، انا بشوف ان الجهاز ده من افضل الاجهزه الفئه المتوسطه لسنه 2020. خليني اديكم شرح سريع. الجهاز اللي معانا ده تم الاعلان عنه في نهايه عام 2019. النسخه اللي معانا دي بتتوفر بشاشه مقاس 6.5 انش، الذاكره الداخليه 128 جيجا بايت والرام 6 جيجا بايت رام. الشاشه اللي معانا هنا من نوع سوبر اموليد بدقه 1080 في 2400 بكسل، وعدد البكسل في الانش الواحد بتوصل ل 405. والجهاز اللي معانا بيجي محمي من جوريلا جلاس 3 الازاز الخارجي. وطبعا الجهاز ظهره بيجي ظهره والفريمز بتيجي بلاستيك، بس الجهاز فعلا يعني ملمسه ما يبانش ان هو
مصنوع من البلاستيك، بس طبعا لانه مصنوع من البلاستيك فاكيد بيحتاج اول ما تشيله من العلبة لازم تركب له الكفر الحماية اللي موجود معاه، او انت تجيب له اي كفر علشان تحميه من اي خدش ممكن يحصل فيه. الجهاز اللي معانا بيتوفر بمعالج اكسنوس 9611 10 نانومتر ثماني النواة، والكارت الشاشة اللي معانا مالي جي 72 ام بي 3، وده من كروت الشاشة الكويسة جدا. الجهاز ليه انا بشوف انه من افضل الاجهزة المتوسطة في عام 2020 باختصار؟ انا جربت النسخة اللي قبل ده، كانت اللي هي الاي 50. كان في مشكلة في الجهاز ان الجهاز كان بيعلق كتير، كان بيحصل فيه lack of frames مع الحركة، يعني نشوف هنا الجهاز في سلاسة أكتر في الحركة، مفيش فيه أي مشاكل خالص مع الحركة السريعة، متحصلش فيه أي lack of frames. الحاجة التانية البصمة، الجهاز ده بيدعم بصمة تحت الشاشة، البصمة اللي موجودة معانا شغالة سريعة جدا. طبعا البصمة اللي موجودة معانا اوبتيكال سكانر غير البصمة اللي بتبقى موجودة في الاس 10 بلس أو الاس 20 بلس أو النوت 10 بلس اللي هي بتبقى الترا سونيك فينجر برينت، بس ستيل البصمة هنا سريعة جدا مفيهاش أي مشاكل خالص، غير النسخة الـ A50 يعني زي ما احنا شايفين مفيهاش أي مشاكل في الدخول خالص. الجهاز كمان واخد تحديث أندرويد 10 وواجهة UI 2.1، وعندنا شوية حاجات في الجهاز، يعني من ضمن الحاجات اللي موجودة في التحديث الأندرويد 10 إن فيه الواي فاي كولينج. واللي ما يعرفش الواي فاي كولينج ده باختصار ان انت لو موجود في مكان وشبكة الاتصال عندك مش شغالة، تقدر لو في اي واي فاي تقدر تعمل مكالمات اتصال عادية جدا من خلال خدمة الواي فاي كولينج. كمان هنا عندنا الدولبي اتومز، بس الدولبي اتومز ما بيشتغلش للأسف الشديد، يعني لما تضغط عليه بيطلع لك رسالة انه بيشتغل بس مع السماعات سواء الوايرد، هنا ده بيدعم مدخل 3.5، او لو سماعه بلوتوث بتلاقي على طول الدولبي اتوم اتفعل، وده بيدي لك جوده صوت عاليه جدا ممتازه. كمان في عندنا سكرين ريكوردر، ده من ضمن التحديثات اللي من ضمن الاوبشنز اللي جت في تحديث اندرويد 10، ودي باختصار ان انت تقدر تسجل محتوى الشاشه، تقدر تسجله لو بدون صوت، او تقدر تسجل المحتوى اللي انت بتسجله بصوت المحتوى، يعني لو مسجل مثلا يوتيوب او حاجه، او تقدر انت بتسجل بصوت المحتوى والمايك، يعني انت تقدر تتكلم لو انت عايز تشرح حاجه مثلا عندك على الجهاز باختصار. فانا مثلا يعني لو اخترت حاجه زي كده وعملت ستارت ريكوردنج هيبدأ دلوقتي دي الشاشه بتاعت الجهاز ونبدأ نتكلم. انا الجهاز عندي، اخش على الاعدادات بتاعتي هنا، او ده الاباوت الجهاز، نخش على السوفت وير انفورميشن. انا عندي ال One UI فيرجن 2.1 واندرويد 10 بلا 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 للاخر، خلاص خلصنا. اوكي هنيجي نقفل ده وهنيجي نشغله من هنا. دلوقتي دي الشاشه بتاعت الجهاز ونبدا نتكلم زي ما انتم شايفين كده. فدي من الخدمات الكويسه جدا اللي جايه مع تحديث اندرويد 10 ومتوفره هنا في الجهاز معانا. الجهاز كمان الكاميرات بتاعته تم تطويرها بشكل كويس جدا، فاحنا عندنا هنا اربع كاميرات موجوده هنا معانا. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل الترا وايد، وعندنا الكاميرا الثالثة للتصوير الماكرو وبتيجي بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الأخيرة للدبث للتصوير اللي فيه عمق علشان تعمل لك تساعدك إن هي تعمل لك عزل بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي بدقة 32 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2. الجهاز طبعا يو اس بي سي، بيدعم الشحن السريع، والبطاريه هنا ساعتها 4000 ملي امبير. فالجهاز عموما الاستخدام بتاعه، يعني انا شايف الجهاز سلس جدا، سريع، استجابته سريعه، مفيش اي مشاكل، ما بيحصلش فيه اي لاك اوف فريمز، تقدر تشغله العاب مفيش اي مشاكل خالص. طبعا الالعاب ما بتقدرش توصل، يعني
للأعلى إعدادات ولكن ما فيهاش أي مشاكل خالص. طبعا من ضمن المزايا اللي موجودة هنا في الجهاز واللي أنا يمكن كنت اتكلمت عنها في شرحي في فيديو أفضل جهاز فلاج شيب لعام 2020، خاصية الـ Voice over LTE. وباختصار الخاصية دي للي ما كانش تابع الفيديو ده أو ما يعرفهاش سريعا، هي ببساطة إن أنت تقدر أثناء استقبال أي مكالمة يكون الإنترنت الخاص بالجهاز عندك شغال بدون أي مشاكل، فتقدر تستقبل أي مثلا لو بتعمل اتصال بنكي مثلا، بتتصل بالبنك وعايز يجيلك باسورد الخاص بال فيريفيكيشن كود علشان تقدر تخش وتكمل على إجراءات الدخول للحساب البنكي بتاعك، فتقدر تحصل على الموضوع ده بوجود خاصية زي كده. وهي هنا موجودة في الجهاز ده، موجودة على أنا هنا الجهاز ده فيه شريحتين، فهي موجودة على الشريحتين، يعني السيم رقم واحد والسيم رقم اتنين بيدعموا خاصية الـ Voice over LTE. فالجهاز كمان مع الاستخدام المطول جهاز اكتر من ممتاز، ما فيهوش اي مشاكل خالص، ما يعني بتقعد عدد ساعات طويلة جدا، البطارية بتقعد معاك وقت طويل، وده بيرجع لشوية حاجات. النقطة الاولانية ان الجهاز ده بيجي بشاشة Full HD Plus، وده بيخلي استهلاك الكونسومشن الخاص، استهلاك البطارية بيكون اقل. تاني حاجة كمان وجود رام 6 جيجا بايت، فوجود الرام 6 جيجا بايت مع ريزوليوشن الشاشة الفول اتش دي بلس بيخلي استهلاك البطارية يقعد وقت طويل جدا، يعني الجهاز بيكمل معاك يوم مرتاح جدا بدون أي مشاكل مع الاستخدام المكثف، ما تقلقش يعني إن الجهاز هيجي في نص اليوم مش هيقطع معاك. من ضمن الحاجات التانية اللي بتميز الـ A51 عن الـ A71، الإطار الأسود اللي موجود حوالين الكاميرا الأمامية هنا صغير جدا، يعني يا دوبك على قد الكاميرا، فلو بتتفرج على اي محتوى فيديو مش هيضايقك خالص، وده زي اللي في الاس 20 بلس. انما في الاي 71 في اطار اسود ضخم جدا موجود حوالين الكاميرا، انا معرفش ايه فايدته، بيخليك فعلا يحسسك وانت بتتفرج على اي محتوى فيديو تحس ان في حاجة كده، جزء اسود كبير موجود بيضايقك. النقطة التانية كمان ان حجم الشاشة هنا الريزوليوشن الخاص بالشاشة هنا مقابل ابعاد الجهاز 6.5 انش بتخلي دقة الالوان هنا وتركيز الالوان وتباين الالوان وعمق الالوان افضل من الـ A71. في النهاية الجهاز تصميمه، وطبعا تصميمه نفس الجيل الخاص بالـ S20، فهو آخر إصدارات وآخر التصميمات الخاصة بسامسونج. الحاجة التانية الجهاز استجابته سريعة جدا، مفيهوش أي مشاكل، صراحة جهاز أنا شخصيا مبسوط فيه. ده الجهاز التاني ليا أجيبه الـ A51. أنا الجهاز ده جبته قبل كده وجربته، وأنا أقول لكم أنا انطباعي الشخصي مع الأجهزة المتوسطة، أنا دايما بجيب جهاز من الفئة المتوسطة أجربه و بتضايق منه اقوم اغير وارجع اجيب جهاز فلاج شيب. ده اول جهاز من الفئة المتوسطة اجيبه واحس اني مش محتاج ان انا اغيره بجهاز فلاج شيب، ده حقيقي فعلا والله، دي عن تجربتي الشخصية. طبعا انا حريص ان اي جهاز انا بعمله مراجعة، طبعا في يوتيوبرز مراجعين كتير بيعملوا مراجعات لأجهزة مش لازم الجهاز يبقى معاه، وده مش غلط يعني، يعني مش معقولة ان كل يوتيوبر هيجيب كل جهاز بنفسه عشان يعمل له مراجعة، بس انا بحاول اكون حريص جدا ان اي جهاز اقول لكم انطباعاتي عنه اجيبه بنفسي واجربه علشان فعلا انقل لكم انطباعات تكون دقيقة، ما تكونش انطباعات انا واخدها من مصادر تانية، ما اكونش انا جربته بنفسي. الجهاز ده انا بنصح فيه جدا فعلا، جهاز تحس ان هو فلاج شيب، ما فيهوش اي مشاكل خالص، جهاز استجابته سريعة، سواء هتستخدمه مالتي تاسكينج، هتستخدمه في الجيمز، هتستخدمه في محتوى فيديوهات، البطارية بتقعد معاك وقت طويل جدا، الكاميرا تصويرها كويس جدا سواء الأمامية السيلفي أو الكاميرا الكاميرات الخلفية، فالشحن كمان سريع.
فجهاز صراحة أنا بحس إن سامسونج أبدعت في الجهاز ده، يعني عملت جهاز من الفئة المتوسطة متكامل جدا ومقرب جدا بمواصفاته على الأجهزة الفلاجشيب. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وفي النهاية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، واستنوني إن شاء الله في فيديوهات جاية، ونشوفكم على خير وفي رعاية الله.